الإسرائيلية داد حسنية والجانب الإثيوبي راوغة. قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري إن مصر متمسكة بالمطالبة بتطبيق البند رقم 10 من اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا بالاستعانة بطرف رابع دولي للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث. وأضاف السباعي رغم توقيع الاتفاق تشدد الجانب الإثيوبي على مدار 4 سنوات من المفاوضات منذ ذلك الاتفاق رغم أنه اتفاق ملزم ينص على الاستعانة بوسيط دولي لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان. تابع السباعي في تصريحات صحفية للمصر اليوم إن مصر بذلت كل الجهود لإبداء حسن النية ورغم ذلك تجاهلت إثيوبيا توصيات اللجنة العلمية خاصة فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة وامتنعت عن تنفيذ نتائج الاجتماع وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة 5 من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الري عن أسفه لأن الجانب الإثيوبي غير متفهم للتخوفات المصرية المتعلقة بعدم القدرة على تحمل أي أضرار جسيمة تتعلق بالموارد المائية وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة في ضوء ما تعانيه مصر من ندرة مائية وعجز مائي في تلبية الاحتياجات المائية خاصة أن مصر تعتمد بصفة رئيسية على نهر النيل في تلبية احتياجاتها المائية. من موقعنا موقع صدى البلد نقرأ 3 تشريعات جديدة بمناقشات مجلس النواب اليوم. تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الاثنين نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير نظرا لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد واغتصاب العقارات التي باتت تؤرق الكثير من أصحابها ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله وكذلك حق الدولة في العقاب درءا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي. تضم المناقشات تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها. من بوابة أخبار اليوم نقرأ الإفراج عن 2392 من نزلاء السجون بمناسبة 6 أكتوبر عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511 على 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليهم شروطه. وبشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلا إفراجا شرطيا يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.
من اليوم السابع التعليم انطلاق الدراسة بمدرستي الحلي والمجوهرات خلال أيام، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أن الدراسة ستنطلق في مدرستي الحلي والمجوهرات بالعبور وإلكترو مصر وتخصص صيانة الكهرباء بالسلام خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن مدرسة العبور ما زالت تجري مقابلات لأعضاء هيئة التدريس. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة لإطلاق مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية. تعتبر مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية متخصصة في مجال الصيانة الكهربائية، ويعد من أهم المجالات الصناعية التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وتعمل المدرسة على إعداد عمالة فنية مؤهلة للعمل بمجال الصيانة الكهربائية داخل وخارج مصر، وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات لضمان مواكبة التدريب للمستجدات التكنولوجية في مجال الصيانة الكهربائية. كما وقعت الوزارة أيضا بروتوكول تعاون لإنشاء تخصص الحلي والمجوهرات بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعبور لاستيعاب 200 طالب يدرسون خلال العام الدراسي الحالي مجال صناعة الحلي والمجوهرات. ننتقل إلى جريدة الشروق ونقرأ: حماية المستهلك، سيارات الضبطية القضائية تجوب معظم المحافظات خلال احتفالات أكتوبر. قال الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك إن العمل أفضل رد على الشائعات والأكاذيب، ولذلك خلال احتفالات أكتوبر استغل الجهاز سيارات الضبطية القضائية لديه وقام بحملة في معظم المحافظات لضبط أي مخالفات أو معاملات سلبية من التجار. وأضاف أنه تم ضبط مكان في محافظة القليوبية يحتوي على جراكن و12 خزانا يتم فيه إعادة تدوير زيوت منتهية الصلاحية وبيعها للمواطنين، متابعا أنه تم ضبط موقع آخر في مدينة نصر لتصنيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكد على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهاز لضبط كل المخالفات والتعاملات السلبية ليتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها ومعاقبة المتسببين. من جريدة الجمهورية نتابع: ربيع 1523 سفينة تعبر قناة السويس خلال شهر. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر 2019 قد سجلت عبور 1523 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1501 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 22 سفينة بنسبة زيادة 1.5%. كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 98.9 مليون طن مقابل 94 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 4.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.2%. ننتقل إلى بوابة الأهرام ومنها نقرأ: التنمية المحلية توجه المحافظات للاستعداد لسقوط الأمطار والسيول. أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للمحافظين لإتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظات لمواجهة سقوط الأمطار والسيول استعدادا لفصل الخريف والشتاء، وشددت على ضرورة
ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة. أكدت الوزارة التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بها وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية. ووجهت بضرورة أن تتضمن زيارات قطاع التفتيش التابع للوزارة للمحافظات مراجعة كافة استعداداتها والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع. من الوطن نتابع نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في إطار مشروع التأمين الصحي. صرح الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة بنجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس. أكد السبكي أن مستشفى النصر التخصصي نجحت في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر ليتم تحديد موعد العملية الجراحية له، والتي أجريت بواسطة فريق من أكفأ جراحين معهد القلب، حيث تكون الفريق من 6 جراحين بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عزيز عميد معهد القلب الأسبق ومستشار المنظومة لجراحات القلب، مؤكدا أنه تم توفير فريق مكون من 12 طبيبا من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس. من موقع مصراوي نقرأ اليوم أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة تحية التعذيب في الدقهلية. تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب وقتل حفيدتها الطفلة جنة، وذلك بعد كيها بآلة حادة في أماكن حساسة من جسدها. كان النائب العام المستشار حماد الصاوي أمر بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير 5 سنوات وأماني محمد سمير 6 سنوات وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة الفتاة جنة. قال النائب العام في بيان صادر عنه إن النيابة العامة تلقت بلاغا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة جنة إلى المستشفى مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة من جسدها وحروق بمواضع عفتها، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة قبل وفاتها، والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والدي الطفلتين وتولي جدتهما المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف حضانتهما لفقدان والدتهما الإبصار، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدي الطفلتين وشهود للواقعة أكدوا لجميعهم على حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما وضحت الطفلة